كابتن مينو يرحب بكم ويتمنى لكم رحلة سعيدة وآمنة. نبدأ الآن الرحلة المتجهة إلى عام دراسي جديد. سنة جديدة لبس جديد، راجعين دراسة تاني، ده النهاردة عيد، هتشوف صحابك ومدرسين، نتعلم حاجة جديدة ونكون ناجحين. عامل حسابي أدوات تعقيد، شنطتي كده فيها كل المفيد، سايبين مسافة مسافة إيد، وزارنا بقى كله من بعيد. من بعيد هنسلم من بعيد، ملمشي أي حاجة كده بالإيد. من بعيد نتكلم من بعيد، غسلت إيدك؟ طبعا أكيد. مدرستنا هتبقى جاهزة من امبارح بالليل، مع هوا داخل كل فصولنا بعدين عن بعض السنة، الصبح نقيس حرارة وكل شوية بنغسل إيدنا، في البيت نهتم بأكلهم، خضار وفاكهة نجيب لهم، وحركة دايما أقول لهم، ونظافة تحمي جسمهم، الصبح نقيس حرارة ونسمع دايما منهم. من بعيد هنسلم من بعيد، مش هلمس وشي خالص بالإيد. من بعيد نتكلم من بعيد، غسلت إيدك طبعا أكيد، لأن كلنا عايشين مع بعض هناخد بالنا من بعض، ونساعد ولادنا ياخدوا بالهم من صحتهم طول الوقت، عشان بصحة نقدر نتعلم. نحمي نفسنا نتعلم كلنا، برعاية وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.